ليش قررت تغامر في كأس السعودية هالسفر؟ تاريخنا طبعاً فوزي هو المؤسس وهو اللي يدير الاسطبل. هل بيكون يوم من الأيام عندي مكان؟ في دول كثيرة شفناها في دول العالم يموت عندهم الطموح. شنو اللي يخلي الستيوارد أو المسؤولين أي مكان يتصرفون هاي التصرف تجاه في نظر؟ مثل ما انت شايفه طبعا ايام السباقات تكون يعني مضغوط. ليش اخترت ان انت هالسنه ان انت ما تخلي الن من ضمن خيارات المدربين الموجودين عندك؟ ما يصير كونفليكت اوف انترست. مدرب لي وهو بعد عنده خيل. شنو؟ ما يصير. ما في فوزي مدرب ياخذ يعني يدرب حق اي مالك. انت لو كنت مالك فقط كنت بتختار من يدرب لك؟ انت طلعتي تفهمين ازيد مني. نيوشو ما يسوي المسافه، سمسير ما يسوي الارضيه. انا ما افهم، انا اسال شغلتي اسال فقط، وانت شغلتك تقول لي كلامك صح ولا كلامك غلط. مو بانا غيري صدق. البحرين يعني؟ ايه اكيد. والله وايد مدربين يعني زينين عندك. محمد سعيد طالع زين. قول لي واحد بتختاره اول يود اسطبلك يدرب. يود اسطبلك كمدرب خاص يعني. يعني لو انت ما كنت المدرب تختار من يدرب؟ ولا واحد. على شلم يود معور قلبي. صريح صراحة. قلت لك انا ما يحق ظهرك الا ظفرك. اقدر جدا صراحتك. ما يحق ظهرك الا ظفرك. ما حد بيحاسب على خيلي ازيد مني انا. ليش ولا مره استعنت بفرانكي؟ احس في عندك وجهه نظر عنه. يعني فرانكي ما شاء الله الحين فوق ال 50 وشبعان، عنده فلوس اكثر مني. فش لا يروح يتعب روحه في شوط حق 20,000 دينار ولا اذا الحصان ما بيجيبه بالراحه ما بيتعب روحه ولا بياخذ خطوره يعني بخاطر في جاب ضيج. طوف روحه بين الريل وحصان. ليش يخاطر؟ ريال مليونير شبعان وعمره 52 سنه. فهاي وجهه نظرك عنه اللي ايه تخليك ما تستعين فيه. انا احب الفارس اليوعان. تحس كان بادي خيار ناجح ولا خيار فاشل حق المحمديه هالموسم؟ لا لا لا، كل جوكياتنا لها ما فيهم اي شيء وخياراتهم احسن شيء وما قصروا. واشكرهم كلهم وشكرناهم كلهم. وايد ناس عرضوك على بادي، شلون تتعاملت يعني شلون تعاملت مع هاي الموضوع؟ من عرض مع بادي؟ وايد ناس يعني وايد ناس تنتقد بادي. حتى احنا نحس انه يعني بادي ما عنده. احنا راضيين ومدربين راضيين، ما علينا اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه كيف عاجبه. بس ديزرت لاين في السعوديه لو كان مو مع بادي شلون يفوز؟ لا لا هذه عاد قوية. تصريح شوي قوية ها؟ تصريح. لا لا انا ما اؤمن بهالشيء، بالعكس ركبها وايد زين. بس الحصان مر علينا واكلين اللي فوز. اوكي. هاي الحديث يعني اللي كان يدور. بس هاي وجهة نظرك، ما اعرف يعني شيخ سلطان ما سالته صدق؟ اذا كان يعتقد انه لو كان معاه غير بادي كان ممكن يفوز. لا لا شيخ سلطان وايد مرتاح من ركبة بادي. لا تنسين اللي فاز شايل 54 اظن. فوزن وايد خفيف. يعني اذا انا قلت لك انه مو بعاجبني انه احس انه بادي شوي ما عنده ما يعرف يشتغل ضمن فريق. لا بادي والله ما قصر. عاجبني زي مو على هالسنين لا. على هالسنين هذه ما قصر، احنا سنتين وكان عند مدربنا هناك يدرب لنا رجل فاهي ونعرفهم والامور وكل شيء يعني من احسن ما يكون ويا بادي وغيره. اشتعلت انت بعد بفرسون غير بادي في الفتره الاخيره جيمي كوين. نعم صح؟ اي يصير بدلي يعني اللي بيروح عنده اجازه اضطراريه اي واحد مكانه. نعم بس بتستمر مع بادي ولا
بتغير حق الموسم اللي جاي. ما في أي مشكلة. وايد فرسان مروا عليكم هالسنة وايد. أندرو، ديني، جون إيجن، دانيال، ما في ثبات. يا أزيل بيكون ثابت الموسم اللي جاي. خلاص. أنا أتمنى أحصل جوكي بحرين. عبد الله فيصل. مثل عبد الله فيصل. سوي من أحسن ما يمكن. بس نصيحتي له هالمرة المدرب قال أعطاه أوردر ينفذ نفس الأوردر. هاي القصة اللي ولا حد قال لي إياها. شني؟ بتقول لي إياها؟ بتقول لي شنو صار بالضبط؟ ويا عبد الله؟ إيه. عبد الله أنا زعلت عليه. يوم يركب مكاك ما تذكر والله أي كاس. إحنا نتذكره وبنراجع. أطلع يعني بيس قوي. وطلع بطيء. طبعا كل فارس يبي يفوز، فكل ما يبطل السباق تكون له فرصه احسن كبيس ميكر، فما ادى الغرض من البيس بيس ميكر. ويوم سالته ليش قال لي الحصان كان يسوي هانجينج من البدايه وما قدر يدفع ومراضي يمشي يبغى مكان. بس هو قال في حلقتنا كلام غير. The Roof and Racing أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الرئيسي والختامي على كأس شركة ألمنيوم البحرين ألبا. هناك الجيات تطوف من أمام المقصورة الرئيسية من نادي راشد الفروسية وسباق الخيل 2400 متر المسافة الطويلة والماراثونية كيلوين و400 متر. ينطلق هنا على الأرض. لا أنا سويت البيس. ما سويت البيس المطلوب. هذه اللي انطلب مني، والله هذا اللي انطلب مني. يعني الاوردر كان ان اول ما اطلع احرك حصاني عشان اني امشي قدام، واول كسره عند ال 2004 اهدي عليه شوي لان 2004 بعيد عن حصاني، وارد امشي اشتغل عليه في السيده. وقال لي في حاله ان اذا في حصان اسرع منك مثل ما صار شوط ال 1006 يوم افوز عليه العقير طلع وانا قعدت ورا، قال لي اذا في حاله ان في حصان اسرع منك راح اقعد ورا، ما في احد راح انتوا بس. هذا بس اللي هل قال لي هالكلام ولا لا؟ بس هذا اللي ما عجبني. وعشان كذي يعني ابعدتوه عن المشاركات معاكم. الى ان الجوكي لازم يكون يعني مكون للفريق، فكل اسطبل لازم يكون فريق واحد، اذا كل واحد بيسوي اللي في راسه ما ينجح الاسطبل. بس هو يوم قال لك انه سوى هانج انت شفت انه هو ما سوى هانج؟ يعني ما كان عذر؟ شفت انه ما سوى هانج، والاسبوع اللي عقبه دايركتلي ركضنا اتذكر في 1008 اللي هو يعني سباق اقصر فالبيس اسرع، وركبه ياورس مارسالس وطلع وسوى البيس من احسن ما يمكن. فما عنده مشكله الحصان. مثل عبد الله فيصل لو حصله يشتغل عندي ما بيوافق. هو الغلطان لاني إذا باخذ ما ببيع حق البحرين بس، بطرش برا بدربه مع مدربين هناك اللي أعرفهم، بخلي يسابق هناك ياخذ خبرة بسويه يعني كيفهم. بس هو ليش ما كان في صج ثبات عندكم هالموسم؟ كنتوا تواجهون صعوبة في اختيار الفارس؟ لا لأنه ما كان، ما عندي فارس، عندي أزيني وكان يشتغل هو حق ناس ثانيين، ولما يجي البحرين كان بيكون وياي. هذاك اللي عندنا كونتراكت وياه نادا فما يقدر يقول لنا، فاضطريت اجيب ناس ثانيين ولي. بس يعني مثل ما قلت لك اذا عندي جوكي بحريني بسوي مثل اندريا زيني ادربه. والله عبد الله فيصل هاي يعني تحفيز غير مباشر. كيف؟ مع اني كلمته انا قلت له تبي تشتغل اشتغل عندي يلا حياه. رفض العرض ولا للحين؟ لا ما قال بفكر، لان انا بودي وياي هناك في ايرلند، عندي خيول هناك وعندي في الاسطبل هناك، عندي التراك في الانتاج المحلي اللي عندي هناك، ابى ادربهم فيب جوكيه من برا بعد عشان يدربون، يكون عبد الله فيصل وروح بحريني ثلاث اربع اشهر هناك يدربهم ذي قبل ما نجيبهم بيكون احسن هو بعد يدرب. تعتقد شنو اللي يخلي فارس نفس عبد الله فيصل يرفض مثل هاي العرض، خصوصا انه هو ترى حاليا ما عنده كونتراكت مع احد غير؟ عنده التزامات. ما عنده التزامات. عند التزامات. ما عنده التزام هو هاي اللي قال لي عنده التزامات. هو حاليا ما عنده التزام ثابت مع اي احد ثاني. ما ادري سالته قال عنده التزامات. في اعتقادك
اللي انت تفكر فيه بينك وبين نفسك، ليش عبد الله فيصل بيرفض؟ يمكن هو حياته الزوجيه ما ادري، ما انا سالته بعد اسال زوجتك، بس قال لي كل ما سالته قال لي علي التزامات. شو الالتزامات؟ قال لي خصوصياتي ذي. قلت كيف يبي يكون حر او عندي امل انه يرجع مع يوسف طاهر. رايك عاد هل يوسف طاهر بيطارش برا مع روجر فيريان؟ عندي 6 خيول مع روجر فيريان، قلت له بخليك تصير جوكي مالي هناك عنده، يعني انت تركب خيولي هناك في انجلترا في ايرلندا بعد، يعني ياخذ خبره. اعطيته هال كيف انت تظن شنو السبب؟ ما ادري تدري، لازم تفكر وتدري. والله ما ادري، بساله بساله اقول شو السبب. ما يبي يمكن يرتبط في 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 شيء، او يمكن تشوف مثلا اللي صار مع اندرو فما يبي يتكرر معه. اندرو غير، هو بحريني بيكون ويانا فول تايم. ليش اصلا انتهى عقد اندرو معكم؟ ما كان زين، يعني المفروض كان هو جوكي معانا، وكان يبي في يصير فري، يعني انا معاكم بس اروح ذي الصوب اروح هناك وياخذ اسرار الاسطبل طايح في الميالس. ما كنا نقدر نثق فيه. فاليوم خالد عبد الرحيم يبحث عن فارس يكون فقط حق الاسطبل. بحريني. بحريني. تعرف في اللي قال انه اليوم خالد عبد الرحيم استغنى عن اندرو بسبب تصريحه عن كولا فورست. لا لا. كلام فارغ. تذكره التصريح؟ كولا فورست بينما انطلاقة ستار بوي مع الفارس لينيو مان وايضا العفو ريتي، اذا ستار بوي هو الذي يتصدر السباق، وهنالك ايضا محاولات من قبل كوماتي، كولا فورست ايضا يعود مرة اخرى، فعلا هنالك كوماتي وايضا كوماتي من يقتل صدارة الشوط. But do you think he deserved to be in the international race? No comment. No comment. It's a tougher race than it's ever been before. It's a very tough race. يعني هو جوابه لا، بس يعني ما يبي يقول. إيه مو مهم عندي. أنا كلمته جبت عندي وكلمته قلت له أندرو تبي تشتغل عندي مفروض تكون لنا. متي لنا الساعة 4 العصر. لما يخلص الصباغ بعد ما يجلس طبق سيد يروح البيت، زين تعال خبرني ايش صار. فهو يبي يصير فري، يعني يركب حق غير وهني، يعني ما عجبني يعني. بس ما زعلك التصريح اللي قاله؟ لا لا عادي، هاي في ناس عندهم مو بعادي. اي ما انا اكيد عند خالد عبد الرحيم عادي؟ عادي عادي، كلش عادي. احنا دائما نقول له في الجدر يطلع الملاس، خليه يقول لي يقول قالوا وش كثر قالوا. لما كولا فورست انغلب اخر مره، مره طلع ثامن سابع، ايش قالوا؟ تعبان تعبوه. لا كان متعور. اي صح، شاد عضل صايده. حتى اللي تقيتر خسر الكاب مان حدوه. يصير في الريس. حيدر مو بوايد خلينا نقول كان معجب بجون ايجن، شنو اللي خلاك تستمر معه؟ جون ايجن صديق، انت من متى؟ اوكي 86. أي. انا جبت البحرين سنه 86، ما كان عنده ليسن الحين. الليسن ماله حصله هنا في البحرين ما شاء الله. ايه كان ابرنتس. وصديق يعني دائما استخدمه في امور برا. حيدر ما يحب جون، انا جون شوي عنيد. ايه ما ينفذ التعليمات على قولك. عنيد شوي. هما فاروا قبل من قبل من 86 فاروا قبل. بس بنظل نشوف جون معاه. لا 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 خلاص. ايه بس بيتقاعد هو بعد. اليوم لما اشوف اللي انجزه ام كي اي ار في هاي الموسم، اعتقد انه هو يعني حط اسمه مع اللي سنين موجودين في هاي الرياضه، يعني صار اسم بارز نتكلم عنه، نعرف الخيل اللي عندهم. شنو على اجندتكم في المستقبل؟ قل لي السنه الجايه انا ابي هاي الكاس وهاي الكاس وهاي الكاس. كل واحد يطلع على ذي الشيء.
السنة الجاية أنا بهالكأس وهالكأس وهالكأس كل واحد هاي السباق يعني إحنا نجيب خيل وندرب ونشتري ونسوي عشان نوصل حق ذي الكأس وذي الكأس عادي هذا يعني ليش تشوفينا شيء يعني شنو الكؤوس اللي تبيها كلها يبي سيطر بس ما يبي يقول لا ما ابغى سيطر بس اتمنى يعني تبي الكؤوس كلها يعني لازم تسيطر مو شرط في خاطري بس شرط احصلها لبي بس كل واحد كل اونر بحب انه يحصل ذي الكاس الكاس على قولتك سمو الشيخ سلطان ايش بتقول حق اللي بيقولون لك المحمديه اوكي اشواط هانديكاب هاي تركيزهم والله اللي يشوف خلي يقول المحمدية اليوم يعني بس بتقولي هالشيء صح ولا غلط لا احنا في اشواط الهانديكاب اللي سبقناها في اشواط الجروب هني سبقناها يعني في كذا شوط بس مم صح يعني اللي مو معناته انه لازم تسبق اشواط الكبار لا مو معناته هذه كان في كل شوط نشارك لكن ما في توفيق تعرف من اوضح شخص قال هاي الانتقاد نعم شيخ دعي ايه قال المحمديه ايه لكن ما هاي اشواطهم العاديه بس ينتقد اي ينتقد لكن هو ينتقد وما ما ما يملك خيل هنا يعني فهذه بعد يعني ما شلون تحسبين يعني الموضوع اي صح إيه نعم. ذكر كل سنه إيه كان يقول بتشوفونه هالسنه بايب خيل هالسنه اي رهداء يعني ينتقد بس كذي بيزعل علينا الشيخ دعي لا ما يزعل ما يزعل شيء ما يزعل هو بعد حقق انجازات في بريطانيا اي صح اي بعد مالك هناك بس ما يبي الظهر ما يبي يشارك في البحرين هذه بعد لازم تسوين ويا حلقه خاصه وتسالينه تقولين له تعال ليش ما جيت تشارك في البحرين اي احنا كلنا وعمنا وكلنا نشارك هو ما قد ما اعرف له يعني هل يعني مره تحسه يبي مره تحسه ما يبي مره تحسه يبي بس في شيء ما نعم ما اعرف شنو بالضبط والله ما ادري هذه تقدرين تسالينه وتقولين له لازم يكون هني انتج هو يقول على قولته عنده انتاج محلي انتج وسيله واختفت نعم وسيله اي نعم شو تضحكين على وسيلة ما بحطه ذي بيز على الوايد ليش؟ لا شغل هيك يعني كبير وما يزعل على الأمور هذه لا ما فيها شيء اليوم أنت بتقول لا حق اللي يقول إن فريق المحمدية فقط تخصصه أشواط هانديكاب لا عملية حق كل شيء هانديكاب ميدن حق الجروب حق كل شيء نعم حق كل شيء بس ساعات الأمور يعني بلها توفيق شوف هاي اللي قلتها هاي اللي أقصده في الطموح هاي اللي قاعد أقول لك يوم ما عليه بس أنا أقصد لك كل ما كان شارك في الكؤوس الكبير ونشارك في الهانديكاب ونشارك في هذه لكن فيها توافيق واللي سبق مبارك له ما في شك ذي أنت قلت لي ما تبي تسيطر على السباقات هني بس لا تقول لي ما تبي تسيطر على الإنتاج ما بقبل هاي الجواب ما بقبل ليش أسيطر أبغى أشارك مع الناس أكيد بس أنت معنا إذا أنت تبي تشارك تبي تفوز الفوز هي بالسيطرة كلهم يعني لا ما يتتابعون مو شرط عندك أنت حصان مثلا تحسين أن هاي الحصان قوي وكل شيء بس تشوفينه في ريس معين ما يغلب مزاجه كان مزين إحنا يصير هالشيء بس علشان تقولين أن أنا إيش قلتي؟ سيطر على الانتاج اي يعني السيطر يبي لي مكان يبي لي بس احنا جايين على محور المكان يعني ما يحكي لا تكلميني سمو الشيخ عيسى وعدني وانا متاكد بسوي شيء يعني انا ما انتظر من خالد عبد الرحيم انه هو يتميز في الانتاج قبل ما يكون عنده المكان اللي أكيد. هو يقدر يساعد انه هو فعلا يتميز في الانتاج أكيد مثل ما قلت لك ما تشوفين الحين بس إنزين خل مثلاً اللي شو اسمه اللي مثلاً يبتهم نفس إيمورتل واللي بتيبهم في مجال يعني لا لما يبتان إيمورتل ثلاث مشيت أموري
سمو الشيخ عبد الله بن عيسى ما قصر، اعطاني البادك ماله واستخدم البادك ماله 4-5 أشهر قبل ما اوديهم. بس هالمره حني ب 13 راس ولادات ما عندي مكان. هل السنه الجايه بايب؟ ما ادري. اذا ما عندي مكان ما بايب، ما ادري ايش اسوي. بس تعرف ليش قلت لك انا كذي بعد؟ لان اعتقد المجال مفتوح حاليا، يعني غير ان فوزي خلينا نقول تميز هالسنه في الانتاج، قبل كان من اعظم انتاج في البحرين مزدهر سافره، اليوم نشوفهم يعني في تراجع وايد عود. لا تنسين قبل كان انتاج في البحرين ويكبرون في البحرين ويدربون في البحرين، الحين صارت الناس يودون برا، يعني الولاده تولد في البحرين 3-4 أشهر يرجعون 3 سنوات يتمون برا عقب يوم، فهذه اثر. هاي اللي خلى انتاج اقوى يصير. اي تخيل يعني الياهل يتربى في بديكات هنا في الفيلد جراس جو اوروبا ومطر، يعني غير عن هني يكونون في البر ولا في ليسي في الاسطبل. فانت اذا بتذكر سبب حق خلينا نقول تراجع انتاج سافره والمزدهر، شنو بيكون السبب؟ ما في امان فيه. فاللي يبي يدخل في الانتاج اليوم ما له، يعني ما عنده اماكن حق ينتج، فيضطر يودي الخارج. واللي ما بيودي، واللي ما بيودي هارد لك. الاشواط هذا هي تم نفس ما هي بتم هارد لك، يعني ما بتقدر، يعني انت الحين وين بتنتج هني اذا الفلو ما بيتربى ما بتاسس صح او ما عندك مكان؟ خلي الاسطبلات الباقي اللي عنده اماكن واللي عنده ذي غير، لكن اللي ما عنده مكان واللي ما عنده مثلا بادكس حق الفلة التربة وحق هذه ما بيقدر. لا لا، آلان سميث أول واحد يطرش خيل برا من سنين، يكمل 6-7 سنوات. بلو باس بليش إنه 3-4 روس، هو أول واحد بدها آلان سميث. شوفي هو برا تطريشهم برا، ما يغير ماكينة الحصان ولا دمه ولا الابيليتي ابدا، يحسن من نموه وقوه العظم، لان الحصان يحتاج الى المعادن اللي موجوده في العشب اللي هو موجود عندنا هنا. يعني قبل لو كنت اوديهم برا كانوا يتعورون بسرعه. هاي مشكله كل اللي الحين موجودين هنا اللي قاعدين يقولون وايد بسرعه، لان ما عندهم ما في مكان معادن لتقوية العظم. وثاني شيء الاكسرسايز، يعني الدبيتش هني طول الصيف محكور في حجرة مؤذي عليه AC، فشلون تتوقعين منه انه يكون حصان اثلتيك يعني رياضي؟ صعب. شنا عندك ولد تبغين يصير لاعب كرة و15 سنة قاعد في حجرة مع ايسي ويلعب بلاي ستيشن؟ صح منطق، شلون بيصير رياضي؟ بس هم ابتدوا ودون ويبون جايين. جايين متى؟ يعني الموسم الثاني، الموسم الجاي كان بتشوفين اشياء. يعني تعرف ثقيلة وايد ان هالموسم كاس الملك، كاس ولي العهد، الداربي، الاوكس، انتاج، كلهم راحوا عند فوزي. ثقيلة صعبة. تعمدت في الانتاج عندك تحديدا يعني كمالك ان انت تركز على الخيل اللي يعني تسوي المسافات البعيده؟ اي طبعا، لان الكؤوس اللي تسوى يعني كلها بعيد، كاس جلاله الملك، كاس ولي العهد، كاس الداربي، الاوكس، كلهم بعيد. سبرنت ما فيهم شيء يذكر يعني. انت كنت معي يوم ناقشوا فكره انه يفصلون الاشواط، يخلون الخيل اللي تتربى برا لها اشواط والخيل اللي تتربى هنا لها اشواط، كنت مع هاي الفكره ولا لا؟ وفاهم شلون يعني في يوت حزه اتذكر العام كنا او ما اتذكر متى بالضبط، شنو قالوا؟ قالوا بيسوون اشواط زين عشان يكون فير حق الكل، زين انه ما تي مثلا صابرينه وتسيطر، انه يخلون اشواط خاصة حق الخيل اللي تي من برا متربية برا، وخيل حق الانتاج اللي متربية هني.
والله ما شفت شيء معلن ولا مكتوب عن هذا القرار، بس ما اعرف ولا شفت شيء يعني مذكور القرار. طالما ان الجواز بحريني خلاص الجواز بحريني، بس هني في البحرين اني من بيقدر، من بيقدر ينتج يعني؟ ما حد بيقدر، اماكن ما مش، فما بيقدر ينتج الواحد. اي مالك اليوم البحرين ما بيقدر وين ينتج، فتم الاشواط نفس ما هي، واللي يقدر يودي برا يودي، واللي ما يقدر بس هاي هذه الاشواط. اي اكيد يعني ما في الا اللي متربين، اللي متربين برا ما راحوا برا لانه ما في مكان يتربون في البحرين. صح بالضبط من كذي. نعم اعتقد فوزي متى نقدر نوصل بانتاجنا نفس المستوى اللي وصلت له السعوديه في انتاجها وقدرت انها هي تشارك فيه برا؟ والله حاليا مثل ما قلت لك يعني انتاج السعوديه ممتاز. ليش؟ لان عندهم مناطق خضراء فيها العشب وبارده في الصيف، الخيل تقدر تدابج في البادكس. في البحرين طبعا ما نقدر لان مثل ما انت عارف الجو حار ولازم امسك عليهم بالاي سي ويقعد، ما بيصير اتلتيك. بس حاليا بسبب تصديرنا الى الخيل وهم صغار في المساحات الخضراء اللي في اوروبا وتناولهم العشب والمعادن اللي من العشب، في احتمال كبير انه يكون جريب. يعني مثل ما تشوفين احنا الانتاج محلي لازم كل سنه احنا نجيب برود ميرز ولادات، اذا ما يجيب موسم بنتاخر احنا رحنا. فلازم كل موسم الواحد يجيب عشان يكون متواجد. هالموسم بدنا تقريبا 12 13 ولاده، والموسم القادم بيكون عندنا 3 4 انتاج محلي بيوصلون. هم الحين في يتمرنون برا، خيول زينه ترى اللي بيهم. احنا نبي نعرف من الخيل اللي بيون ومن الخيل اللي بتشتريهم. حصلت خيل حاليا يعني في شيء بتشتري؟ في النقاش معهم الناس ان شاء الله بخلص وياهم. الخيول اللي بتي حاليا الانتاج المحلي اللي عندي الحين من رفاعي، من هايلن ريل وغيرهم. اللي بيون انتاج بتقارن لي اياهم مثل من في البحرين؟ بتقول لي بايب هذه وهذه وهذه افضل من ذلين؟ لا في مستوى ذلين. من ذلين عاد انت تعرفين من هو؟ دام يبنى طاري ذلين اكيد ابي اجيب طاري صداره وصهيل وصفوه من الخيل اللي طبعا انت انتجتهم. واذا ابي اسال شيء عنهم ابي اسال هل هم الخيل اللي عطوك المؤشر انه اي هذه انتاج خالد عبد الرحيم؟ ولا في كان شيء قبلهم؟ هاي الثلاث الاولين اللي جاوا هاي انولدوا عندي بعد هني. انا مولدهم. زين صدق ما نعرف كنا ذي المعلومه. اي انا مولدهم. ركبتهم الطياره وطرشتهم حق خالد عنده مزرعه في ايرلندا. ايه وعدني انه بيردون وانا بمرون. زين ردوا ولا موديهم حق جيمس ديل؟ افا ما عرفنا دي المعلومة. ام شو اسمه نسألي اياها؟ مولودين هني وران. ما كنت اعرف هاي المعلومة. لا كان من اول انتاجي وثبت لي ان المكان اللي عندي هناك والفاسيلتي اللي عندي هناك احس انه ممتازة. فاللي بيون افضل من ذلين الثلاثة؟ المفروض. افضل من اقول لك اسماء؟ قولي. افضل من صابرينا؟ ما ادري اذا قلت لي افضل من صابرينا بس اسكر اللقاء وخلاص. صابرينا يعني قويه. في عندي حصان يمكن يكون في مستوى صابرينا. شو اسمه؟ ما له اسم، انتاج محلي نحن. اوكي من رفاعي بعد. ما عندك اسم بتسميه؟ لا ما فكرت. اوكي. ام الحصان ام جولدوان. يعني تحكون عنه زين. ليش لا خالد الانتاج اللي عنده يعني بين انتاج ممتاز. بتتفق مع اللي يقول ان انتاج فوزي هالسنه سيطر وهو اقوى انتاج؟ انتاجك فوزي هالسنة
زعل وايد ناس. لا اله الا الله. ضايقهم وايد ضايق ناس. شلون؟ سيطرت على الموسم في الانتاج. اليوم اذا بنقول في انتاج. شلون سيطرت اذا الخيل تركض بروحه؟ ما تقدرين تقولين سيطرت. بلى اكيد بقول سيطرت، لان انت متى ما انت تكون انت موجود ما في احد غيرك معناته انت سيطرت. يا ان انت يعني خليت اضعفت من موقف يعني الخيل الثانيه بسبب قوه انتاجك. أي. فاليوم اذا بنقول من اقوى انتاج بنقول فوزي. والله تبين الصج انا مستغرب من اللي صار بذات هذا الموسم، لان عدد الخيل الانتاج اللي عندي جدا بسيط يعني، ومدربين الباقي اللي مهتمين بالانتاج اللي هو ألان سميث وجيمس نيلور عندهم عدد كبير يعني بالانتاج. فمو بعارف وين الخطأ، هل هو في تجهيزهم في تمرينهم، هل ما ادري، مو بعارف وين الخطأ. شنو اللي خلى يعني صج انتاج فوزي؟ بس هذا مو اهتمامي انا، اهتمامي والبي اهتم بخيلي. ما يصير اروح اهتم بعد بخيل جيمس نيلور وألان سميث. لا ما عندي وقت. ما نبي طالع خيلي بس. ما نبي تهتم فيهم، بس نبي نحاول نكتشف شنو اللي خلى انتاج فوزي هني وشنو اللي خلاه هني. تقولي لنا خيلك تتربى برا؟ لا مو شرط، هو الكواليتي يعني، ويمكن لان خيلي عددها بسيط وانا ملم بادارتها، اداره الاسطبل اكثر كمالك. على قولت ما يحك ظهرك الا ظفرك. فلان انا يعني مستلم الاداره عن قرب على الخيل، يمكن هذا الفرق الاهتمام. يعني الاجنبي كموظف ما بيهتم على الخيل مثل المالك، مستحيل، لانه ابتدى من قبل. يعني قبلنا كنا توني مبتدئين عام، وهم مبتدئين من سنين. ومثل ما قلت لك عنده فاسيليتي، عنده مكان يحط الفود ميز والعداد، يحط الفلاور بادكس، ما عندنا. بس يعني اذا بنشوف امورتل، ترى امورتل يعطينا مقياس وايد عود حق اللي صج ممكن نشوفه من الانتاج عندكم السنه الجايه، يعني خصوصا ان امورتل ترى حاليا يعتبر هو مستقبل السنه الجايه. عندك منافس بعد ترى زين، بس السنه شوي تعور وكان يصيده مسلز، بس السنه الجايه بتشوفين منافس ترى حصان زين، ممكن احسن من هذه امورتل. احسن من امورتل؟ يعني منافس يصير اخو صداره من ام. فعلا هو ما اعطونا يعني ما نعرف، كل مره كان يتعور شوي، بس الحين كبر يعني صار زين حق الموسم الثاني، بيصير وايد زين. فهو افضل من امورتل المفروض. يعني شغله لما كان يشتغل مع امورتل برا، يعني احنا انتاج محلي لما نجيبهم البحرين عقب اوديهم مره ثانيه هناك واخليهم ثلاث سنوات هناك وندربهم هناك عشان يدربون قبل ما يجون حق عيون البحرين. هو كان احسن من امورتل بوايد. انتاج ابين انه قوي، امورتل بعد ممتاز طبعا السنه، بس طبعا بغلبه السنه الجايه في الداربي. واللي عقبها؟ واللي عقبها واللي عقبها بعد. فخالد يعني اكيد يسمعني وبيعرف. ما ننطر نشوف صراحه هاي منافسه، بس انتاجه ممتاز قوية. خالد يعني الافرس اللي قاعد ينتج منهم ممتازين. الافحل لا باس فيهم وبينوا عشان تحصلين الخيل القويه. واحده منهم اللي طرشين برا، والاهم شيء الفاسيلتيز محلات. حتى لو قلنا احنا اوكي بنولد في البحرين، وين المكان؟ وين بديكات انك اهد الفلاور؟ ما في. لان انت تبين تسوين ما تبين تسوين ابجريد الخيول اللي في البحرين. يعني ترجعين قبل 10 سنين الخيول اللي في البحرين مو هناك، خاصه تاج محلي مثل ما قلت لي بين مزدهر وسافره، لان في فاسيلتيز وفي كل شيء. اما الحين لا، كل واحد يودي برا. حتى العفو بعد ابتدوا يودون برا، وايد ناس قاعد تودي برا. انت مع ان الداربي والاوكس صاروا في نفس اليوم؟
مو مهم. ليش مو مهم؟ مو مهم عادي يعني not a big deal مثل ما يقولون. بس كانت بالنسبة حق البعض يعني ليش يعني انت وشو يعني عندك عندك حصان ايه؟ تبي انت تركضه في هني وذي ايه؟ عدل؟ عدل يخلي عندك حصانين يجيب خمس تقعد تجيبون بالعشرة احنا حبكت يعني من ليش في ايش نفس اليوم ايه؟ الصراحة يعني فوزي حسها يعني انها مقصودة عشان لا 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 عشان ما يفوز في لا 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 ما اعتقد في الشوطين ما اعتقد حسين ياي خلي يسوون بيصير عندي انا في لوكس بس عندي داربي بس عندي دي ما في شيء يعني انت ما تشوف ان في شيء افضل من شيء يعني مثلا اوكي انا بوافق ان الداربي والاوكس يكونون في نفس اليوم لو كنت اعرف السبب ليش هل افضل لا يمكن هم برنامجهم كذي يمكن ما في وقت ما ادري بس اعتقد انه مو شيء كبير يعني الواحد رتب روحه حن فوزي مفروض رتب روحه حق الموسم الجاي عنده حق الاوكس وحق الداربي ما حتى يوم سواه نفس اليوم اخذ الداربي والاوكس يعني نفس الشيء يعني ما اثر الانتاج نعم اللي عندك الموسم الجاي من عندك تاج عندنا كم من فلو فلو اي نعم كم عددهم عشان اعرف ايش كثر تقدر تنافس اي نعم بيروحون حق من والله للحين ما قررنا أكيد أقرر بس ما يبي يقول لنا. لا يعني إذا بقرر يعني لحين ما قررنا. فوزي؟ إن شاء الله ليش لا؟ إيه. إيه بنشوف. على الأغلب فوزي. نعم. 99.9% فوزي. إيه. يعني فوزي. لا. ليش لا؟ بنشوف إن شاء الله بس ما قررنا بنشوف. ما زلت أنا الحين أعمل على تأسيس القاعدة الإنتاجية بالنسبة لفيكتوريا. عندنا بدأ صار عندنا إنتاج الحين عندنا أفرست قاعدة ومثل ده هي تقاعدة. وراحت للإنتاج والراية نفس الشيء والقمرية نفس الشيء فعندي خيل صارت بلاك تايبس تنزل لي إن شاء الله أبطال المستقبل وفي نفس الوقت إحنا نطالع الساحة وعندنا إن شاء الله أعتقد عندنا رموز كبيرة جاية في هالموسم هذا بالذات إن شاء الله ننتظرها قبل 4 سنوات تقريبا وأنا كنت أسمع أنه يعني سمو الشيخ سلطان بيبتدي يدخل أو بيبتدي يركب خيل العربيات نعم. بس هاي الشيء وايد تأخر اي نعم طول هو ليش الموضوع. تأخر هالكثر؟ لكن الحمد لله يعني لأنه كان عندي هني خيل مستورد وكان عندي أبا أشتغل في موضوع الإنتاج وتبي تشتغل في موضوع خيل العربية فيصير مرة واحدة عليك يعني شغل ما تقدر فلازم نرتب أول شيء أمور المستورد وعقب حين رتبنا أمور الإنتاج والحمد لله حين سنتين وراء بعض ودينا الخيل وأمورهم زينة وكل شيء زين والسنة الحمد لله ابتدينا في الخيل العربية فستيب باي ستيب بس الحين العربيات ليش ما يتمرنون هني؟ إن شاء الله بيتمرنون إن شاء الله بيتمرنون هني بس إحنا حين ندربهم هناك لأن خصينا مجموعة وهني عندي مدربين تدرب لي الصبح والناس تدرب لي العصر فيبي له الموضوع يعني ترتيب بيترتب ان شاء الله وبيتمرنون وحالهم يعني اللي بيسمع كلام سموك الحين عن العربيات بيقول يمكن لا في اشياء ثانيه صارت تعرف الناس في النادي وايد تسولف وايد كانوا يسولفون عن عربيات الشيخ سلطان اي نعم هو الحين لان النادي شوي عنده ضغط في الاماكن ما في اماكن يعني بعد ما يصير لي أنا وغيري بعد في ناس وايد يبون فمن كذي اضطرينا السنة نجهزهم ما قصر بعد الشيخ ناصر هناك نجهزهم وإن شاء الله مع الوقت هني النادي يرتبون الأماكن ويترتب كل شيء فسموك أنت قررت أنه ما يتمرنون هناك ولا لا إحنا قررنا هناك لأنه ما في مكان في النادي اي ما يصير إيه تبون يتمرنون هني؟ لا شلون مرنون؟ يتمرنون هناك اي فالحين نرتب هذا الامر على هناك ان شاء الله واللي نترتب الامور هني في النادي وصار الصبلات لان بعد في خيل ثيربريد يعني فيبي لها ترتيب ان شاء الله بتقول لي حاليا من الافرقه الموجوده من اقرب فريق حق فيكتوريوس؟ في وين؟ في الفلات ريس ها فلات ريس؟ اي مالر فيجوس ما يستعين بحد يعني بما فيهم اسطبل اسناد
هو ترى اسطبل اسناد ذراع انولد من فيكتوريوس. يوم حصل الفرصة يفوز راح صح. ما خلينا يخدم حصاني عشان حصاني يفوز ويقبض على الفنش. صح. انا الريال احب الحق واحب اذا فزت افوز بقوة وازعل زود اذا حد عطاني الفوز. فبالعكس احنا روحنا والقتالية في الميدان هي لصالح الجميع. اذا بديت مثل غلطتنا في السابق في رياضات القدرة كنا ننتظر بعض على الفينش لاين لان خفت المنافسة بسبب خروج اسطبل الطليعة من سباقات القدرة. ماتت المنافسة. الاول كانت المنافسة حادة وشرسة بقيادة الشيخ فيصل بن راشد، كانوا يفوزون علينا موسمين ثلاثة واحنا نفوز سباق واحد وهم يفوزون الموسم تقريبا. يوم طلعت اسطبلات الطليعة ماتت المنافسة، فكنا ننتظر بعض على الفينش لاين. بعدين كانوا يجونا ناس من الخارج يضربونا ضربة ما ننساها وننقلب لأن خيلنا ما انحطت للمحك. فيوم قطعت هذه الأطباع رد مستوانا مرة ثانية قفز قفزة قوية خلتنا نأدي أداءات قوية في الخارج وفي الداخل. صح. فلذلك فيكتوريوس بيسوي هالعمل هذا أيضا في الفلات ريس. ما في رحمة في الميدان، ما في خدمة في الميدان، لا تخدمني ما بخدمك، كل واحد يخدم شعاره. وبتقول لي من أقرب حاليا من ناحية مستوى بعد؟ بالنسبة للمستوى الحقيقة يعني الأرقام عندك، الأرقام عندك أنت يمكن أدق في الأرقام. من هو أقرب واحد من حيث الأرقام لفيكتوريوس؟ غير الأرقام أنا أشوف أقرب واحد يمكن حاليا هي تحت فيكتوريوس المحمدية. الحمد لله يعني الأمور كلها يعني من البداية كل شيء من في بريطانيا وهني الحمد لله رب العالمين توفق. عظيم الحمد لله. يستاهل سلطان، يستاهل سلطان. اسطبل مستثمر بقوة في الداخل وفي الخارج وفاز فوزات عظيمة في البحرين، ونتمنى له إن شاء الله يواصل على نفس النهج الموسم الجاي عشان احنا نتطور وياه. شوف احنا تكلمنا حين عن فويز، تكلمنا عن كي اتش كي والمحمدية وفيكتوريوس، تكلمنا عن وايد اشياء. ما تذكر اذا انا وجهت لك هاي السؤال من قبل، بس عقب الحين اللي قلت لي اياه كله احس يمكن لازم انت فعلا الشخص اللي تجاوبنا على هاي السؤال، لان انا الحين على مدار 4 سنوات انا للحين مو مستوعبته. اليوم سمو الشيخ ناصر قال لك شنو اهدافه مثلا حق الموسم الجاي، شيخ خالد قال لك شنو اهدافه، محمدية مثلا شنو اهدافهم، انت شلون تبني خطة الفوز حق كل مالك؟ لا لا انا هاي احتاج استوعبها. تتحاولين حق كل مالك بس الخطة مو بشرط تنفذ حق كل مالك. يعني خلينا نقول فيكتوريوس اذا الشيخ ناصر بغى يشتري 4-5 تروس حق الموسم الجاي، وكي اتش كي يبغى يشتري 4-5 تروس، اشتري لهم 10 تروس، 5 فيكتوريوس 5 كي اتش كي. من الحصان اللي تطور وتناسب الارضيه ويجتاز مرحله الخطر من ناحيه التمارين على التراك الرملي وتناسب الارضيه العشبيه ويتطور، هذا شيء بيد الله. اوكي يعني هاي السؤال انا عليه اجتهد والتطور من الله. هاي السؤال يخليني انتقل حق محور المشتريات. انت اليوم مسؤول عن مشتريات من ومن ومن حق البحرين؟ بحرين او برا؟ حاليا فيكتوريوس وكي اتش كي والمحمديه. اوكي بعض الخيل الحقيقه. انزين اوكي هني السؤال حلو. انت مسؤول عن مشتريات فيكتوريوس ومشتريات كي اتش كي، الاثنين يبون كاس الملك، شلون بيتم اختيار الخيل؟ كان اقول لك اطرش الخيل حق المالك، هو يختار المالك. يعني هو يقول لك ابي ذي الحصان وذي الحصان ما بعجبني ما ابي. ما ادش مخي فوزي، حاولت ادخلها مني يمين يسار ما ادش. بس من يعني احنا انت حصلت حصان قلت او هاي الحصان اللي انا ببني له خطه كاس الملك، ادري ما تدري ايش بيصير وعارف كل دي. علي هو كل حصان نبني له خطه كاس الملك؟ لا مو كل حصان، لكن اللي بيوصل واحد. اي بس مو بكل الحصان، يعني انتم تشترون الخيل حق مثلا مسافات مختلفه. اي حق مثلا هاي اليوم صح. فهاي هاي بس اللي احتاج استوعبه وعقبها صدقني بسكر ذي الموضوع خير شر. اقول لك يا ما شرينا خيل حق كاس الملك ما ركضت في شوط مو بكاس الملك، ما تقدر تفوز شوط عادي.
فمن يتطور الحصان الحصان اللي بيتطور من ما حد يدري، العلم عند الله. اوكي اكلت بروحك مو لازم اقتنع يعني. خيلتي 87 89 مثل ديزرت لاين وجلين فورس. ديزرت لاين 76 بعد ريته، وصل لي منافس حق كاس الملك ريته 105 106. جلين فورس نفس الشيء. من كان يتوقع هالشيء؟ انا ما كنت متوقع. اوكي زين، اذا انت تشوف انا اشوف فيها مشكله، انت تشوف ما فيها مشكله، واتفقنا على نتفق. لا لا، شيء وارد في كل الاسطبلات في العالم يعني. اوكي سالت الشيخ خالد مره سؤال، قلت له من المسؤول اكثر عن المشتريات، فوزي ولا الشيخ رياي؟ مره يقول لي ها قبل لا يبتدي يشتري. ايه الحين خلاص صار فوزي. لا لا، الشيخ دعي بعد يشتري، بعد هو مسؤول عن المشتريات. ايه هناك. ايه ما نعرف من اكثر. الشيخ خالد بالعكس اللي يسوي شيء زين، يحب يوزع كل المسؤوليات. حتى تدريب يمكن تشوفين مدربين يدرس. عندك خبر حصري لنا من بيعطي؟ لا هذه تاخذينها من الشيخ خالد. لكننا نحتاج لقاء مع الشيخ خالد. والله يبي لك. بناء على اللي طاف واللي بيي، بتقول لي اليوم فيكتوريوس شنو اكثر شيء يحتاجونه حق الموسم الجاي؟ انا ما اعطيت الخطه الحين صح مخليه ينشغل بالموسم البريطاني حاليا. انا ما احب اشغل الواحد واشتت تركيزه. انا اخطط بالخطه الاستراتيجيه للامام واحط طموحاتي لها، وعقبه اجيب المدربين واجيب الناس واقول لهم والله هذا اللي انا ابي اسويه، وعليكم عاد انتم تلتقون معي في الخطه هذه. انا بقول لك يمكن فيكتوريوس يحتاجون سبرنتر، احنا افتقدنا هاي الشيء هالسنه. لا سبرنتر بافرزون من احسن سبرنتريه في البحرين. ما اعتقد انه هو عطانا اللي مفروض كان يؤدي 100%. شنو المفروض اللي كان يؤدي؟ يعني كان يمكن المفروض هو يكون الاسم الابرز. ليش؟ مو هاي اللي بقول لك اياه. اليوم احنا عقب ما انتهى الموسم الكل اتفق واجمع على الجمله اللي انت قلتها، اللي انت اخترقتها يعني قلتها لنا في البرنامج، وخلاص صار كل من يرددها. شوفي انه ما في سبرنتر واضح، وهاي اشواط السبرنت ما نعرف من بيفوز. بس انا كمالك ما اميل للسبرنتر تبين الصراحه. ليش؟ هالمسافه ذي ما احبها. احب الميل الى 2004 في الكلاسيكس شوي اكثر، يعني اميل حق الخيل اكثر. يمديني افكر اعرف الحصان ايش بيسوي في الشوط، لكن السبرنت صحيح هو زين، لكننا بنحاولها. هالسنه حاولنا وما نجحنا بذاك النجاح في سويندلر. مو نفس ما انت شفته لما شريته صح؟ لا بالضبط نفس ما شفناه. اي ليش ما شفناه؟ ها؟ سويندلر عنده مشاكل طبعا. مشاكل ذهنية. ونعرف كنا بمشاكل انه ما يحب يروح للمضمار، ما يحب يتمرن في المضمار. ظنيتوا انه بتتغلبون عليها؟ طبعا والشيخ ناصر ملم كان بالموضوع لان شرحت هذا الوضع، وقررنا ناخذها مجازفة يعني. فالحصان اللي فيه هذه المشاكل الذهنية يحتاج وقت طويل الشغل معاه على اساس نغير الفكر اللي عنده. بس الحين بتسكر باب سويندلر، بينفتح باب اخر حق فيكتوريوس الموسم الجاي صح؟ شلون باب؟ يعني خلاص سويندلر ما اقدر اقول ان انا بشوف الموسم الجاي. لا مو بشرط. مو شرط؟ 50-50؟ سويندلر ما توفقنا فيه، اللي هو بفرزون ما توفقنا فيه. لكن بيصير بنيب هالسبرنتر هذا اللي احنا ندوره. اليوم كل شخص يحب فريق المحمديه بيطالب سمو الشيخ سلطان ان نشوف فريق المحمديه السنه الجايه في كاس البحرين الدولي. اي ان شاء الله ليش لا؟ اذا حصلنا الحصان الموجود موجود هني ولا في الخارج، اذا حصل اللي هي من ميدل وينر ديزرت لايون، وهذولين الاثنين ما اعتقد انهم بيكونون اسماء يعني. نعم. تقدر تعول عليهم حق السباق الدولي. نعم. بنشوف عاد لوقت السباق الدولي بيبين. بس صح اللي انا اقوله ولا غلط؟ مو بهذولين الاثنين
يعني ميدل وينر اذا انت ما عولت عليه في كاس الملك بتعول عليه في سباق دولي؟ لا لا يصير يصير يعتمد يعني عقب الصيف ما تدرين ما تدرين يعني. بس في خطه حق السباق الدولي؟ والله احنا يعني اذا وجد بنشارك واذا ما وجد يعني ما يعني ما شلون ينوجد انت بس بتبحث له بالضبط. الحين اذا عندنا شيء من خيلنا موجودين ولا هني ولا ان كان هناك انا اقول لك اللي هني ما في بس اذا ما في بس على اللي ما في نشوف على اللي باقي هناك في بريطانيا اي بس حط سباق الدولي في بالك هاي نبي اي ودنا نشارك لكن ان شاء الله اذا حصل الحصان المطلوب بنشارك. بس بعرف قاعد تدور الحصان المطلوب حق السباق الدولي؟ نعم تدور نعم عليه نعم حق الدولي وحق السعودية اكثر من الدولي. شنو الخطة حق السنة الجاية كالسعودية؟ والله اذا وجد الحصان بنروح. اي بس بعرف تدور على اي حصان في اي شوط يعني انت شفت الاشواط اللي ما يصير انت تقول بدور حصان حق هالشوط لأن يعني ساعات يجيب حق هالشوط يطلع مو بهاي الشوط مسافاته هذه الطويلة يبي هني مسافات أقصر فالخيل تغير بعد في بريطانيا تركض مسافة هني تغير. إيه أكيد بس ما بتدور خيل بطريقة عشوائية. لو أنا بدور مثلاً حصان حق مسافات البعيدة جبت البحرين احتاج لا يبي المايل بس لازم في نقطة بداية أنت تنطلق منها. نحاول إحنا بنحاول لكن ها لكن كان مثل ديزرت لاين في بريطانيا مايلر يركض المايل يهني ركض التن والتوالف كذي. بس مثل ما السباق الدولي يعني قدام عيونك أيضا كأس السعودية قدام عيونك حق الموسم إن شاء الله إنزين وكأس الملك وكأس ولي العهد بعد كذلك كأس السنة شاركنا وينا بعد مركز ثاني يعني اعتبره فوز دي بالضبط فوتو فنش مع الحمد لله رب العالمين فيعني هذه انجازات بعد حق المحمديه وطاقم المحمديه كله. بس السنه الجايه لازم ما بقول يعني المحمديه ينافسون في كاس الملك وكاس ولي العهد بقول لازم يفوزون على اللي شفناه من المحمديه. لازم يفوزون؟ لازم يفوزون، لازم يكون عندك كاس ملك وكاس ولي العهد. لا ما في شيء اسمه لازم في الغير. ما تقدر. لو ما في توفيق ما تقدر تسوي شيء. كل شيء بتسويه صح وبتشتري احسن خيل وبتسوي ذي. لا ما الله رايد ما بيصير، ما يستوي. على اجندتكم كاس السعودية وكاس البيع العالمي؟ هاي يبيلها يعني مشقة؟ ان شاء الله. هاي يعني من متى قاعد تدور الخيل لهم؟ أنا شاركت في كأس دبي العالمي يمكن من أول البحرينيين اللي شارك سنة 2009 مع الأهاليب كلاسيك شيما كان إيه ليش لا؟ كل واحد يتطلع إنه يكون فيها سباقات بنثابر دور الحصان اللي حق هالسباقات؟ إيه بنثابر لقيته لحن ندور عليه لحن ندور عليه كولا فورست في اللي بياخذ مكان الموسم الجاي صح من اسطبلكم ولا لا لا مو من اسطبل من برع من برع خذوا مكانه خلاص باي لاين خذ لا لا انا عندي من برع بي باخذ مكانه اوكي بس في في اللي يعني الحين احنا شفنا كولا فورست عقب شفنا باي لاين الحين بنشوف اللي بيحل مكان باي لاين كولا فورست بعد هو موجود احس باي لاين صدق خط مكان كولا فورست من قبل هنالك مايستور من وسط الجهات كولا فورست لكن باي لاين مع فرانكي دي توري اذا فرانكي دي توري الى سابع اشواط الامسيه مع باي لاين الحصان متطور ما نقدر نقول انه هو يحل مكان الحصان لكن يعني اليوم اثبت انه هو يعني من اقوى المايلريه في البحرين وانا ليش قلت لك كذي لانه يعني هالمره اني الحصان اللي هو باي لاين صدق فرق فيها عن البقيه فاز وهو مرتاح فمن المنطق ان احنا نقول هاي الكلام انه هو فعلا خلاص اثبت مكانه لا ننسى انه يعني هذه يعني رابع سباق حق الحصان في الموسم كولا فورست بادي من يعني من بدايه الموسم فيعني ممكن ان
الموسم الجاي الحصان يفرش يعني. لا بهينام حصان زين بس كول اوف فورست في اخر ريس خسر الحدوه في 1800 والجدام بعد اخطر شيء زين ما تعور. شنو صار حبك حق كول اوف فورست؟ احس تحبه وايد. احب عيونه شفتي عليه عيون صدق هو من الخيل اللي عندكم اللي احس يعني انت صدق ما يقول لا شغال ما يقول لا. وكنت ابي ادخل تذكر السباق الدولي يعني بس مو مسافته كنت ابغى اشارك يعني بس مو مسافته مسافته الميل والالف اربع. السنه الجايه 100% ام كي اي ار بيطلعون من نطاق المشاركه فقط الى المنافسه. هم اوريدي طلعوا من هاي النطاق هاي الموسم ولكن بنشوفه يتعزز الموسم الجاي صح؟ عندي انتاج محلي اسمه منافس. ما هاي بعد منافس يحب نفس كويفورست. في خيل بتي انتاج وشراء وعدد يعني احنا ما صرحت لنا انت عن اسماء يعني ما بتصرح لنا عن اسماء؟ نعم. كي اتش كي شنو يحتاجون؟ خيل. كل من يحتاج خيل، في شيء محدد بتذكر لي اياه؟ في بالك؟ هذه تسالينه الشيخ خالد. يعني المالك هو اللي عنده الهدف. اوكي. وهو يقول لي اشتر لي خيل حق الامارات، اشتر لي خيل حق السعوديه، اشتر لي خيل حق كاس الملك، اشتر لي خيل حق كاس الميثاق. هاي عند الملاك. بديت تدور خيل تجيد الارضيه الرمليه من الحين سمعنا. تونا شرينا خيل من اوكالا بريزرز ثلاثه روس بيروحون حق الامارات ان شاء الله. بس تو يرز اول صناديق. من خيلك اللي في الموسم الاوروبي تعتقد في احد بيحقق الانجاز اللي حققته داهيه؟ اي نعم عندي ان شاء الله ابطال، عندي اسماء طيبه. عندي اسماء طيبه هالسنه وهذا احنا ما زلنا في بدايه الموسم تو بادي هالشهر. طلعت عندنا حاليا اسماء في التمارين واثبتت عندنا بعض الخيل في السباقات اللي توها باديه. فلازم ان احنا نحطهم في المحك. البطل بيواصل والخسران ان شاء الله بنحاول نحسن من ادائه. لكن هناك الميزه في السباقات البريطانيه الحصان اللي يصف ويقي او الفرس بالذات اللي تصير بلاك تايب يصير لها قيمه. بنشوف اسم مثل جولدن هورد هالموسم؟ يعني تعرف اللي حقق هاي الانجاز اللي انت حققته اي نعم. مالك حققه نعم. صعب وايد يرجع حققه مره ثانيه. ايه يعني هاي شيء طبيعي يعني اللي جولدن هورد حقق يعني جروب 1 الكومن وورث كاب وهذه شوط مخصص حق الفئه السرعه حق ال 1200 هذه عباره نفس يعني شوط يعني مو بسهله. عارف اي مو بسهله وان شاء الله يعني احنا الحمد لله فزنا وان شاء الله بعد تامل حق الملاك الاخرين بعد بالفوز. يعني سموك قلت بتكتفي بالانجاز اللي حققه لك جولدن هورد ولا هذه ابي بعد؟ هذه عطيه من الله. ايه الحمد لله رب العالمين. يعني ما اقول هاي انا ولا انا سويت، هاي توافيك. توفقت الحمد لله. مدرب أدى ما قصر. احنا تعبنا وسوينا وخذنا وتابعنا والحمد لله رب العالمين. قبل لا نختم سباقات السرعه ونروح للقدره ما اذكر ما يعني ما اقدر ما اذكر كي اتش كي السترايك ريت مالهم اللي هو على نسبه عدد مشاركاتهم الى نسبه الفوز 52 افضل من فيكتوريا 16% افضل منك 27% افضل من المحمديه 12% افضل من ام ان اي 12% افضل من العاديات اللي السترايك ريت وايد مهم بالنسبه لهم افضل وكامل بعد افضل من ام كي اي ار افضل من سؤال العفل. اذا عندك الجواب انا شغلي الجواب مره واحده شغلي صح صح مستانس شيخ خالد من السترايك ريت احس يعني هاي شيء بعد 52% ما اعتقد كي اتش كي في مستقبليا ما حد ترى ما راح كي اتش كي ما راح تنعاد هذا السترايك ريت ولا صارت مع احد لان كل ما زادت الخيل يقل السترايك السترايك ريت. هناك حيلان مدرين 1797 في دخول المدينة فاعلن أيها المتابع الكرام هنالك وسيلة وكان بنينا دخول أدنائي على خط النهاية إذا وسيلة هي بقي لكن المرشح الأول من يقدر بانتزاع هذا الشوط يشبك للمعكيش كي ريسينج
وسيلة هي بطلة الشوط السباق التجريبي لأوكس البحرين بفارق بعيد عن باقي المشاركين من سلمان آل خليفة. إذن الطارق هو بطل الشوط السادس. إيجن من يقتل صدارة الشوط التاسع والأخير. إذن بيوتشا الحمد لله والله توفق خالد حمد الحقيقة في اختيار الخيل. إن شاء الله يعني واصل على هذا الاسترايك ريت. شفنا يعني خيل ركضت في بريطانيا، شفنا خيل ركضت في البحرين، وعنده مشاركتين ثلاث متواضعين في دبي. لا دخوله قوي قوي دخوله قوي قوي يعني بيكون إن شاء الله يعني بيشكل خطورة كبيرة وبيأخذ إن شاء الله رموز يطمح لها بإذن الله. أقبل اللي شفته منهم هالسنة، في نصيحة تقدر تعطيها سمو الشيخ خالد بن حمد ولا لا؟ والله خالد أنا وياه كل يوم يعني نبي النصيحة اللي في العلن مو لا والله الثاني. اللي أنا أنصحها بيننا وبين بعض وفي العلن هي واحدة ترى يعني خالد يعني مرات ما شاء الله عليه دفوع يعني يقدم على الشيء بقوة. نصيحتي له لا تطلع من الشيء بقوة، فإن شاء الله أنه بيواصل في هالمجال، وأتمنى أنه يواصل ويانا في هالمجال ويسند أهل الخيل ويسند هالرياضة هذه وينافسنا، وانتلاقى إن شاء الله في الداخل وانتلاقى إن شاء الله في الخارج في ميادين السباقات، لأن في نهاية الأمر تنصب هذه في نهاية الأمر مرة ثانية دائما أقولها لعلم مملكة البحرين. يعني فزت أنا فاز خالد بن حمد في نهاية الأمر ترى نفرح البعض هني ولكن علم البحرين هو المستفيد من هذا. بس صدق قبل كأس الملك أنت وفوزي قلتوا لأن باكومان أفضل ولا لا؟ قلت له أنا قلت له قلت حق فوزي قبل؟ أنا قلت لك قلت لي أنا إيه وقلت حق خالد قلت له أنه بيضربنا ترى باكومان وبيفوز صار هالشيء لكن إن شاء الله خالد يعني هو لازم بعد شيء واحد ما ينساه، إذا وعد شيء لازم يعني حققه. وقالنا العام ترى بفوز كأس الملك أي صح؟ هو مطالب الحين يفوز بكأس الملك أكيد لازم يكون على هالكلمة اللي قالها. أنا ما بنحدى بالوقت، ولو قال السنة الجاية بفوز ما علي، السنة الجاية يعني مفتوح له، فيفوز يعني يفوز كأس الملك، لكن ما بنخليه يفوز بسهادة. بتكلم عن سباقات القجرة، وإذا بأقول شيء عنها شيء واحد في السنة اللي اعتقدنا فيها أن فيكتوريوس ما بيكون مركز، وأن سموك أصلاً سبق وقلت لي أن في سنة بطولة العالم ما بتشوفين فيكتوريوس يسيطر على سباقات البحرين، بس اللي شفناه أنه لا، ترى فيكتوريوس كان مركز 200%. الحقيقة أنا لازم أعترف لك بشيء، يعني ما أنا مو باللي ما أحب أسبق الأحداث، أنا أحب أتكلم بالواقع بالمعطيات اللي عندي. المعطيات اللي عندي تبشر بخير إلى بطولة العالم تاريخ 22/5 حاليا. جزء من هذه التدريبات وجزء من هذه التحضيرات والإقدام والتجارب عطتنا نتيجتها في الموسم في البحرين وفي الخارج في دولة الإمارات، كان مستوانا مستوى قوي. طبعا راحت فيها خيل يعني في تجارب كثيرة، وما زلنا كنا نجرب في كل سباق، كل سباق كنا نجرب شيء ثاني، كل سباق كنا نجرب تكنيك ثاني، لأني كنت أبي أوصل إلى ما هو يعني اليقين اللي أنا أبي أثبت عليه التدريب والنظرة إلى كأس العالم. فهذه التجارب خدمتني، ولكن ما كان الحقيقة تركيزي هو أني أفوز كل سباق. كنا ندخل بالتجارب
والحمد لله نجح. غير ال 160 ال 120 صح؟ يعني كنتوا تجربون في ال 120؟ لا نجرب في ال 120 وال 160ات، ال 160 كان يعني هداوة وتأهيل وتحضير خيل، لكن ال 120ات كانت هي تجاربنا. في 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 ناخذ الحصان من مستوى مو بجاهز إلى أنه يسابق في السباق. فخيلنا الحقيقة يعني بدعت. بالضبط. أي والله. يعني أنا قلت لك كلمة أتوقع قبل السباق اللي قبل ختام الموسم، قلت لك عط مجال شوي الفرق الثانية أنها هي تفوز، قلت لي لا طبعاً وعارف أنك بترد ترفض، ولو أقول لك 10 مرات بعد بترد ترفض لا يمكن. بس خلنا نفكر، ما تفكر تشوف سباق ما في فيكتورياس؟ إيش بيحس المالك اللي بيفوز هالسباق؟ ما بيفرح، بيكون شيء ناقص فيه. فزت كل من بيقول له فزت لأن فيكتوريوس ما كان موجود، غير إذا فاز هالسباق وفيكتوريوس موجود. فأقدر أسوي سباقات نقول والله فيكتوريوس مو في الحسبة، بس هذه تصغير من الخصم. فبالعكس أنا بيهم يجتهدون أكثر، أبي يحطون على روحهم اليوم اللي بيفوزون على فيكتوريوس يفرحون واي مو بشوي، ما بينسون السباق هذا. واحنا بنرد الصعب صاعي. ولكن معناته شيء طيب ان مستواهم تقدم. بيصير بيصير هالشيء ما ان شاء الله. شفت الاسماء اللي دخلت حق بطوله العالم، شفت القائمه المبدئيه بس، وانا اصلا كنت موجوده يعني في كل سباق 160 وشفت التحضيرات، بس اعرف سموك قبل لا تروح اي سباق تشوفه قدام عيونك قبل لا تروح، شنو تشوف حق بطولة العالم هالسنة؟ بيكون حضورنا قوي بإذن الله. احنا ما نتكهن لكن باقي يعني أقل من شهر الحين على بطولة العالم. فرساننا جاهزين، أنا جاهز شخصيا، خيلنا جاهزة، ما زال وراها تدريبات مكثفة، ما زال ورانا تصفيات للخيل، ولحد الآن الخيل متماسكة، ما نزل منها شيء. في نهاية الأمر نبقي 5، واحنا صفينا من هالخيل الكثير اللي وصلت بس الى مستوى الحين قاعد اسميها في مجموعه التحضير اللي اكتبها حق الجناحي واكتبها حق جعفر في البحرين ان مجموعه كاس العالم. هذه مجموعه كاس العالم اللي ادربها الحين هي مجموعه واحده. الحقيقه ابطال، ولكن تعرفين بطوله العالم دائما فيها مليئه بالمفاجآت. لا يمكن انا اتحفظ ولا يمكن انا اغامر بالزود، لازم اروح على يعني قياس يعني قياس موزون. طبعا عندنا عوامل كثيره تخرب علينا هالقياس شوي، ما فيه الجو وغيرها الامور هذه، ولكن حاليا الامور طيبه، الجو زين مساعدنا وكل شيء زين. بس انا متفائل هالمره، متفائل متفائل يعني ان شاء الله كاس العالم بيكون باذن الله مستوانا بيكون طيب، سواء حققنا ميداليات او ما حققناها بتشوفين المنافسه قويه جدا. كالندريا وكارتون كنت تبغى تتاهل مع غيرهم؟ نعم كنت بتاهل مع 2 اخرين، ما نجحوا التصفيات، تعوروا قبلها فتره. هذه ما اعتبرها خساره كبيره لي، اعتقد ان الحمد لله صفيت بالافضل. أعرف إن كل اللي شفناه يمكن كان 1% من تحضيراتكم حق كأس العالم. أطلب منك طلب؟ نعم. أبيك تقول لي أسوأ شيء مريت فيه في فترة التحضيرات وحتى ما كنت ناوي تقوله. كل يوم. أسوأ شيء. الوزن. تنزيل الوزن. إيش كثر باقي؟ باقي لي 10 كيلو. في وقت. والله فيه تاريخ 29 الحين. إلى 22.5 عندي 10 كيلو أنزل. هذا يعني تخيلي صادتني نفس الحركة في نيو ماركت. كنت أنزل 16 كيلو ونزلت 16 كيلو وطلعت المرحلة الأولى. خلص السباق أنا مرجع 9 كيلو. فهذا من النوع اللي يخليني أفكر بشكل يومي في تمريني وفي التعب اللي أمر فيه في التجهيز والتحضير والأكل والنوم والضغط والواجبات الأخرى اللي لازم بعد أتكيف معاها. أعتقد هذه أسوأ مرحلة لي.
اني لازم انا اكون يعني قريب من الفرسان اللي بيشاركون عشان ما اعطي الحمل الازيد على حصاني او الفرس اللي بشارك عليه. ما بالوزن بالخيل؟ لا الخيل ما مر علينا شيء حاليا يعني سيء سيء، الا يعني بعض الخيل اللي كانت ضمن المنتخب تعورت او ما قدرت توصل تواكب المجموعه هذه. هذا اعتقد الشيء الوحيد، ولكن يعني حاليا ماشيين. تعرفين انا ما تردد، اذا يتعور عندي حصان ما خفف على الباقي، انا بمشي. هو ما قدر تحمل خليه يتعور هني بينه وبين بعض في الاسطبل ولا يفضحني عند الله وخلوا هذه بكره هناك عندنا مهمه وطن، مهمه ان احنا نروح نسابق وننجز، فما يروح هناك الا القوي من الفرسان والخيل. والله يقدرنا ان شاء الله. اعرف وايد يعني احيانا تتفقون على اشياء وتختلفون على اشياء يعني بينكم وبين بعض، في شيء واحد اختلفتوا عليه تقدر تذكره؟ كان اختلاف واضح او شيء اتفقتوا عليه بعد؟ اتفقنا على ان هذه الخيل لازم تدرب حق كاس العالم. اختلفنا على بعض اساليب التجارب اللي احنا اخذناها. يعني اختلفنا على بعض الامور اللي هل ناخذ هذا الابروتش ام ناخذ هذا الابروتش، ام نروح متحفظين ام نروح مندفعين. وكالعاده انا دائما اروح مندفع، فهذا الاختلاف ان اخف وانا ابي اندفع. ظليتوا مختلفين ولا اتفقتوا؟ مختلفين على هالاندفاع او هذه التحفظ. انا مندفع والباقيين متحفظين. اذا بقارن تحضيراتنا حق بطوله العالم اللي كانت في امريكا وانلغت وحق اللي رحناها في إيطاليا وحق هالسنة، بتقول لي في شيء مختلف وأفضل؟ إحنا أفضل الحين، أفضل ما كنا عليه. وضعنا زين، تعلمنا الكثير، صار عندنا وقت أطول نفكر ونجهز خيل زينة. فما أعتقد عندنا عذر الحقيقة، أكون صريح معك يعني ما عندنا عذر، ما أقدر أتعذر بشيء. اعرف سموك ان احنا اصلا ترى في كل سنه كنا جاهزين، امريكا وايطاليا وبعد هالسنه. اعرف ان احنا كنا جاهزين. لا هالمره افضل. اي نعم هالمره باسامي الخيل وبتجهيزنا افضل. ابي تقول لي بس شيء واحد يخلينا افضل، اسامي الخيل؟ لا اسامي خيلنا دائما زينه. اسامي خيلنا دائما نروح هناك ونشكل خطوره وتبقى المقابلات والكلام والتحليل كله علينا، العيون كلها علينا. صح بالضبط. اعتقد ان الابروتش مالنا افضل. اوكي. تحضيرنا الابروتش مالنا افضل. يعني اذا انا الحين اعطيتك خيار بين ان بطوله العالم تكون في موعدها وبين ان تنلغي، بتختار ان الان بكره عشان افتك من الوزن؟ لا الوزن الحين ما يمدي بكره. لا احنا جاهزين افضل، حتى يوم كان في كلام ان تلغى الى سبتمبر مو من صالحنا. ابي اكون صريحه معاك في شيء مهم وايد بالنسبه لي واعتقد حق كل اهل الخيل ان هم يسمعون وجهه نظره منك. الانتقادات على أحمد جناحي وايد، وما بأذكر لك يعني مواقف، بس يعني في مثلا مواقف متعددة تعددت فيها الآراء على أحمد جناحي، في أنه طموح سمو الشيخ ناصر وخططه شيء، وفي اللي أدي أحمد جناحي شيء آخر. سموك شنو وجهة نظرك في ذي الموضوع؟ بس أبي يعني تفصيل أكثر. انتقادات نسمعها وايد مثل روحتنا لبطولة العالم مرتين، قالوا ان احمد جناحي يعني اللي سواه ما يعكس لا رؤية ولا التوجيهات اللي عطاها سمو الشيخ ناصر. نعرف ان سمو الشيخ ناصر هو على يعني رأس التدريب في فيكتوريوس، ولكن مثلا احمد جناحي هو اللي طبق هاي التعليمات، هو اللي عينه اكثر على الخيل. سمو الشيخ ناصر ما يقدر انه مثلا يشوف الخيل 24 ساعة، ففي النهاية يعني هاي المعلومات توصلك من عند جناحي. فلما مثلا احنا نروح السباق ومثلا تصير بعض الاشياء اللي تخلي مثلا تخلي الناس تنصدم او مثلا تكون خارجه عن التوقعات، هني يوني اشرون على من؟ على احمد جناحي. هما ما في شك انه لازم اصابع تؤشر على فلان. يعني دائما ان الواحد يرضي الجميع، ما في انسان في هالعالم في هالتاريخ البشريه رضى الجميع بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في احد رضى الجميع.
أحمد الجناحي يطبق كلامي بالحذافيره، لذلك هو الوحيد من باقي المدربين اللي مروا على عبر السنين معي ثبت، لأن أحمد الجناحي شخص من الجنود اللي لو أقول له يمين يمين يسار يسار، وعنده وجهات نظر عظيمة ويفيدني على مرات. ما أعتقد أنه هو بالعكس قصر في شيء. أنا كنت أخبره دائما أن المسؤولية أنا أتحملها، لأن أنا اللي أعطيه برامج بشكل يومي، أنا أتابع أوزان الخيل، أتابع حكل الخيل، أتابع أدائها بالفيديوهات بالصورة بالتدريب بالدم بشكل يومي. فبالعكس هو شيء مشترك بيني وبينه، نخفق في سباقات، كل مدربين العالم يخفقون ينجحون في سباقات، هذه السباقات يعني مو بلازم كل سباقة أدخلها لازم أفوزها، لازم أتقبل شيء، لازم الكل يتقبل شيء، لكن مرات إحنا نمر في ظروف كثيرة لأن طموحنا مرات يكون أكبر ببعيد من واقعنا. هني أحمد سعاد هو الشخص اللي عنده العنان يرني، يقول لي يعني على سبيل المثال على الكم، يعني أنا مثلا بطلع مجموعة فيها 6-8 فروس مقارنة بمجموعة ثانية أنا أنافسها من الأسطبلات الأخرى في الخارج ب40 حصان، فهذاك الشخص في المجموعة الواحدة يدرب 40 ما يتردد لو يعور 16 من هالأربعين هذيلا ويطلع الباقيين أبطال، وأنا أحسب هالثمانية هذيلا حسبة لو تعور واحد تغير برنامجنا كامل، لأن إحنا دخلنا هذا المجال، المجال هذا صغير جدا، يعني حبل صغير، جاب صغير، في قلة في العالم اللي ينجزون هالسرعات هذه بما فيها في دولة الإمارات، أسماء قليلة دخلت هذه المسافات ودخلت هذه السرعات اللي نحققها، دائما أسامي متكررة وتلاحظين من اللي فاز يا فلان يا فلان، من اللي فاز يا فلان يا فلان، إحنا نكون دائما هناك موجودة، فلو تاخذين هذا المارجن تشوفين أسماء المدربين تشوفين أسماء الملاك تلقين إحنا هناك وياهم، مو فيها الجاب الكبير اللي متوقع يسوون ال24 25 26 الأفرج، هذه أشياء عادية، فإحنا طلعنا من هالنطاق العادي دخلنا في النطاق الغير عادي، هذه تطلب جهد جبار، اختيار كبير من الخيل، وإحنا اللي قاعدين نسويه نأخذ 8 ونتأمل من الثمانية هذيلة إن هم يؤدون هالأداء نفسه، صعب. فبالعكس أي انتقاد يوصل يعني هذا من 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 حرص الناس، إحنا لازم نطور في هالمجال دائما بشكل يومي، نطور دائما نبي نوصل الأفضل، ولكن يعني إحنا على الخط الصحيح، وإذا إحنا وصلنا الخط الصحيح أنا عادة ما أخلي أشياء الهامشية الجانبية ذي تغير دربنا، صح، من أسمع وانجر وقاعد ألحق قال صار هل الأمور أطلع أشط عن دربي، لازم ما لاحق هالأمور هذه، فإحنا نركز وأنا على ثقة، لأن ساعات إذا الواحد ما أنجز يتكلمون ضده، صح كلام، فنمشي مركزين ولا نخلي هذه الأمور الجانبية والهامشية تشغلنا عن هدفنا. الرعود رجع، الرعود بيرجع بقوة كما هو رجع الموسم هذا، طبعا يعني عدلنا في وضعه الشيخ دعيم سلمان وأنا قعدنا وتكلمنا في وضع الرعود، وأن لازم أن أسطبل الرعود يعني يرتقي بمستواه ويوصل مستوى عالي، أنه بحيث أنه يقدر على الأقل يصف ويشارك معانا، الحمد لله قام بواجب زين، الموسم الجاي طبعا لهم فرصة بعد إن شاء الله أنهم ينافسون ويساعدوننا بعد في المشاركات الخارجية، يعني بداية وينزر وطالع. فيكتوريس راح يستمر في منافسات الإمارات؟ إن شاء الله راح نستمر في جميع الأماكن ولا وأزيد بعد، لأن نفتك السنة من السنة الجاية مو بسنة بطولة عالم، فنقدر نجازف أكثر، هالسنة ما كنا مجازفين ترى، صح، كنا نختار شوي بالقطارة والباقيين كنا نحفظهم، السنة الجاية مو بسنة كأس عالم، فبنحط جهدنا وبنشوف على راحتنا، على راحتنا السنة الجاية، فبنشوف إن شاء الله شو يصير وش يطلع من هالخيل. في سؤال يعني ما قد مرة سألتك إياه، بس يمكن أحس هاي الوقت اللي يمكن يعني نقدر نسأل هاي السؤال، شلون نقدر نخلق جيل مدربين جديد في القدرة؟
ولا يعتمد على هاي السؤال؟ يبي له وقت، لأنه مو بكل واحد يقدر يصير مدرب. يعني صعب يغزر البحر بسرعة في الفلاتريس وفي القدرة. أي واحد رفع يده وقال أنا مدرب أبصم لك بالعشر، لأن قزر عليه البحر يوم من الأيام ويرفض يقول هالشيء. كلنا ترى احنا ما وصلنا للعلم الأخير، ما حد فينا وصل للعلم الأخير، ولكن بعد إذا تبي تصير مدرب لازم يكون على الأقل بحرك أغزر من البالي. وبعدين التعلم بشكل يومي، كل يوم احنا نتعلم كل يوم. عقب كم سنة لازم أسأل هاي السؤال؟ يعني عقب يمكن 10 سنوات بتشوفين في أسماء جديدة زينة.